اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم تحديات. برنامجنا النهارده مختلف وحلقتنا مختلفه. حلقتنا النهارده لكل اولادنا الحلوين الصغيرين والكبار اللي عندهم افكار من وهم لسه صغار. برحب بضيوفي اللي منورين معايا برنامجنا النهارده. معايا النهارده الاستاذ علي الجمال، نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي ورئيس مسابقه ملك الجمال الموضه للاطفال العرب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. ومعايا الاستاذه حنان حسن، مصممه الازياء والستايلست العالميه والمدير التنفيذي للمسابقه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك حبيبتي. وطبعا معايا موهبتنا الجميله وطفلتنا المعجزه حنين احمد. اهلا بيكي يا حنونه. اهلا بيكي يا فندم. أنا كنت عايزة أعرف من حضرتك يا أستاذ علي، إمتى بدأت فكرة مسابقة ملك الجمال الموضة للأطفال العرب؟ الحقيقة الفكرة بدأت من حوالي 3 سنين. كنت بشوف مسابقات كتيرة، يعني زي ما بيقولوا بعمل سيرش كده على مسابقات الأطفال، كل الاهتمام بالمسابقات الكبيرة السن الكبير، مفيش اهتمام بالأطفال، ولو اهتمام بالأطفال بيبقى يعني ناس معينة أو فئة معينة أو للأسف. فأنا فكرت أن أعمل مسابقة، قلت لا، يعني أنا عايز أعمل مسابقة بس شرط المسابقة يبقى المسابقة دي بنت الغفير زي بنت الوزير كله يفرح. عايزين نعرف الناس أن الجمال يا جماعة، المسابقة بتاعتنا مش جمال بس، كل بنت في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقها جميلة. فبالتالي قلنا نعمل مسابقة نفرح الناس، ندي ثقة الأولاد المتفوقين ده، ونوري الأولاد أن في حاجات جميلة قوي أهم من الجمال. وغير كده كمان هي اول مره تتعمل للاطفال. في العادي مسابقات ميس نايل الحاجات دي بتتعمل للكبار بس، لكن اول مره هي حضرتك عملناها فعلا زي ما بتقول حضرتك اول مره للاطفال. وبعدين ما عملناهاش على مستوى بس مصر، قلنا لا، على مستوى مصر والعالم العربي. الحقيقه مشارك عندنا مجموعه من الجاليات مشاركه قويه جدا، الجاليات اللي في مصر هم عايزين يحسوا ان هم اهلنا مننا، فدخلناهم وعاملين مسابقه كويسه جدا. يمكن لاول مره اللي في اهتمام، وطبعا معانا الاستاذه حنان حسن، هي ما شاء الله مصممه ازياء عالميه، عاشت في المانيا فتره، فهي طبقت اللي عملته على الاطفال. احنا بنتعامل مع الاطفال بفكر ان هم ازاي نستفيد من طاقات وامكانيات الاطفال ونطلعهم ايا كان نوع الطفل وايا كان مستواه او ايا كان هو التايتل بتاعه ايه او لا، يعني اهم حاجه الطفل وازاي نطلع الطاقات اللي عنده. تمام اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ثواني وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وعايزين نعرف من أستاذة حنان إيه المقاييس اللي بناء عليها بيتم اختيار الأطفال، وهل الجمال هو أساس من الأسس اللي بناء عليها بنختار الأطفال اللي هيشتركوا معنا في المسابقة، ولا مش شرط إنهم يكونوا شكلهم جميل أو كده؟ كلنا شايفين ولادنا حلوين. والله أنا رأيي دايما إن الجمال ده مش مقياس أي حاجة في أي سن مع أي حد، في شخصية، في حضور، في طلة، في حسن تربية، في حسن تعليم، في طاعة، في التزام، في احترام الآخر، وكل شكل وليه جماله. أنا من أفكاري في الحياة إن كل حد اتخلق في الحياة لسبب، وربنا خلقه جميل. هو في إيديه يخلي نفسه أحلى ويطور نفسه أكتر، وده الهدف الرئيسي من إن احنا بنقول دايما إن الطفل المصري والعربي محتاج حد ياخد بايده دايما عشان يبقى عنده مزيد من الثقه في النفس. يعني المفروض يكون ايه المتوفر فيهم غير الجمال؟ اولا عندنا مقاييس طبعا بنختار على اساسها المتسابقين والمتسابقات، لان احنا المره دي المجموعه الثانيه مدخلين ولاد، عشان الولاد كانوا زعلانين مننا بيقولوا احنا بنات بس، لا خلاص بقى معانا ولاد. طبعا اول حاجه بنعمل عليها الاختيار حسن تربيه الطفل او الطفله اللي معانا. تمام. التزامه باللي احنا بنقوله له، وفي نفس الوقت مش لازم يكون جميل، هو بيلاقي نفسه اجمل. تمام. بيلاقي نفسه مرن اكتر. بيلاقي نفسه ملتزم اكتر. فعلا يعني وكمان اكيد الموضوع بيأثر عليهم وعلى نفسيه الطفل وبيديله حافز قوي ان هو يقدر يطور من نفسه ويكون افضل لما بيشارك. انت سبقتيني وقلتي نقطه مهمه جدا، يمكن ده كمان تخصصي، غير الازياء وغير الستايلست وغير الطله وغير الكاتووك، انا بدرب الولاد طبعا مهما كان عمرهم. وعندنا متسابقات، اصغر متسابقات على مستوى الوطن العربي بيمشوا از سوبر موديل. دايما الطفل محتاج حد يوجهه بشده ولين في نفس الوقت، ودي رساله انا ببعتها لكل الاسره وكل ام وكل اب.
اعرفي موهبة ابنك واشتغلي عليها. صحيح. ما تشوفيش ابنك بعينك انت، شوفي ابنك بطفولته هو هو عاوز ايه. عشان كده النهارده معانا طفلتنا الموهوبه المعجزه الجميله حنين احمد. حنين، انا طبعا شفت لك فيديوهات كتير تيك توك وشايفاكي اكتف جدا على الانستجرام وبشوف لك فيديوهات كتير وعندك فانزات كتير ما شاء الله. احكي لي بقى، يعني احكي لي انت بداتي ازاي وامتى اول قناه مثلا عملتيها، او بدايتك كانت من ايه، تيك توك ولا لايكي؟ انا بدات من ابلكيشن اللايكي، كنت ببدا انزل فيديوهات ودلوقتي يعني الحمد لله عندي 2000 متابع. على ايه؟ على اللايكي. حلو جدا. وفي تيك توك عندك كام؟ احكي لي بقى يعني أوه. عرفتي ازاي الفانزات دول وصلوا لفين؟ التيك توك انا عندي صفحه داخله على المليون وصفحه داخله على النص مليون. برافو جدا، شطوره. بس وعلى الانستجرام عندي 250,000. ايه اكتر حاجه بتحبيها وايه اكتر حاجه موهوبه فيها وبتلاقي نفسك فيها؟ اكتر حاجه بحب اعملها في الفيديوز بتاعتي وكده ان انا امثل يعني شخصيات وكده. تمام. استاذه علي هرجع لحضرتك، عايز اعرف من حضرتك بقى، بدات بالفعل استقبال المتسابقين للسيزون الجديد؟ طبعا احنا لسه السيزون، برغم ان السيزون اللي فات احنا لسه ما وصلناش للتوب فاين في السيزون الاول، فعايزك حضرتك تشرح لنا اكتر الموضوع. هو الحقيقه ان احنا يعني بعد ما نجح الموسم الاول اللي هو في اولادنا، فتم اذاعه المسابقه في اكتر من قناه، حوالي 9 قنوات او 10 قنوات فضائيه. فالحقيقه فوجئنا باقبال غير عادي لما شافوا الاطفال ازاي بندربهم، ازاي الاستاذه حنان بتقابلهم. عملنا فيديو مدته حوالي 2 دقيقة وزعناه، عمل نجاح رهيب جدا، فلقيت اعداد كبيره جدا. ما اقدرش احرم الاطفال دول واقول لهم استنوا لما اخلص المسابقه القديمه. المسابقه القديمه طبعا بسبب ظروف كورونا اجلناها شويه، وقلنا ان شاء الله نعملها بعد العيد اللي هي التوب فايف اوريدي هنعملها. فقلنا لازم، الضغط العدد ده كبير جدا من جميع محافظات مصر ومن بره في كذا دوله عربيه. انا شفت من بلاد عربيه كانوا مشتركين معانا في المسابقه الاولى. فلازم مع العدد ده كله ما تتجاهليش حد، ما فيش حد يتصل بحضرتك زي ما هو مهتم بولادهم. لازم احترم كل اب او كل ام اتصل بيهتم بابنه، يبقى انا لازم احترمه. قدرتهم، قلت لهم يا جماعه خلاص هنبدا بالقاهره الكبرى، محافظات القاهره الكبرى. بالفعل جمعنا الاطفال استاذه حنان في احد الفنادق وعملنا لهم بروفات. ان شاء الله بعد عيد برضو هنعمل التوب فايف وهنبقى في اتجاه الاسكندريه. وبعدين احنا قلنا حاجه يا جماعه، كل المسابقات اللي في الدنيا بتتجاهل دايما المحافظات. يعني احنا كنوزنا، مواهبنا، اطفالنا والمواهب الحقيقه في المحافظات، في الصعيد كمان، وفي الصعيد. اكتر الصعيد يا جماعه طبعا، يعني وجه بحري وفي الصعيد وجه بحري. انا عندي كل محافظات وجه بحري، فقلت خلاص انا هختار محافظتين وجه بحري هنروح فيهم، منهم المنصوره وغالبا ممكن المحافظه الثانيه، يا تكون الغربيه يا تكون كفر الشيخ هنختار. كويس ان انا مختار من المحافظات دي لانها في الغالب بيكون مهمشه فعلا. وبعدين هقول لحضرتك، لا اللي بيزعلني حاجه بقى، لان هم حاسين بالتجاهل فيتصل بيقول لك حضرتك انا مستعد اجي القاهره. لا، تيجي القاهره ليه يا عم؟ انت ما عندك موهبه، انا اجي لك لغايه عندك. صحيح. الناس فاكرين انك تلاقي القاهره، لا مش القاهره اللي بتطلع المواهب، محافظات فيها كنوز وفيها مواهب، واحنا في المسابقه دي بندور على المواهب، بندور على اطفال عندهم ثقه بالنفس. وزي ما قالت الاستاذه حنان حاجه مهمه جدا، بتقول لحضرتك ان الطفل مش لازم يكون الجمال، جمال الروح، الطفل الجميل. ما هو التفوق الدراسي جمال، التفوق الرياضي جمال، الثقه بالنفس جمال. فعلا. طيب الجمال ده كله، طب في جزء مهم جدا، الامهات والاباء اللي بيتصلوا، تخلي اب وام يجوا لي المسابقه من القاهره، الاقي حد جاي لي من اسوان وراكب قطر مسافه يقول لي والنبي انا نفسي اشوف بنتي تبقى حاجه كبيره. طب احنا احلام الناس البسطاء دي فين؟ كله نفسه يفرح بولاده ويشوفهم احسن حد في الدنيا ويشوفهم يوصلوا لاعلى المناصب. يا استاذه شيماء، كل اب او ام مش خطوه عشان ابنه او بنته، دول عظماء فعلا، يبقى بيحبوا ولادهم، لازم نحترمهم. عشان كده المسابقه دي معموله لكل ولادنا، كل اطفال مصر. مفيش حاجه هنروح بني سويف وهنروح اسوان، هنروح كل المحافظات نطلع المواهب دي ونظهرها وهنتبناهم، اللي سواء فنيه سواء هنتبناهم. وان شاء الله يبقى في دعم باذن الله، دعم من جهات معينه في الدوله ان احنا نظهر المواهب دي ونقول ان المحافظات فيها كنوز يا جماعه، استثمروا ولادكم في المحافظات. صحيح. استاذه حنان، طبعا حضرتك بتتعبي جدا في تدريب الاطفال بالذات لانهم اطفال، ففي الغالب مش بيكونوا مستوعبين قوي الموضوع. والجديد بقى ان انا عرفت انكم كمان بداتوا تقبلوا متسابقين ولاد، يعني في السيزون الاول كانوا بس بنات، في السيزون الثاني قبلتوا كمان متسابقين ولاد. تمام. ايه الموضوع؟ لان احنا ولادنا ولاد وبنات، فمش طبيعي ان انا احرم الولد المتفوق الشاطر اللي عاوز يبقى موديل، عاوز بيغني، عندنا مواهب بتغني صوتها رائع. لو عنده موهبه رياضيه ايه المانع؟
يمكن لما فكرنا طبعا تدريب الولد بيبقى صعب، وانا بما اني عندي ولد فتدريب الولد صعب جدا، بس بتطلعي منه حاجه قويه جدا. هو بيفرق تدريب الولاد عن البنات؟ هو الولاد بيمشوا ماشية الكات ووك ولا لا؟ الولد عشان يشتغل موديل بيبقى تدريب تاني من نوع تاني، ويمكن انا بشتغل على الحاله النفسيه شويه للطفل. الحمد لله زي ما انا اتربيت، انا بشكر ربنا وبشكر مامتي وبابايا لانهم دعموني من وانا طفله، من وانا عندي 6 سنين اشتغلوا على الموهبه بتاعتي. بقدم من طبق من ذهب ومن الماز، استاذي الجميل استاذ علي الجمال. طبعا احنا لما بنقعد دايما دايما بنفكر في كل الخير. انا كنت رافض موضوع الاولاد، انا لا بحب البنات اكتر. انا بصراحه بقولها بصراحه ما علينا على الهوا. هتشوف ولادي شيء جميل، هتشوف ولادي زي ما انا بقول. الاولاد بشقاوتهم لا، فيهم شويه كده يعني، هم معلش ما يزعلوش، شويه رخامه. البنوته دايما ملكه يعني، البنوته دي حبيبه باباها وملكه. هتشوف ولادي بتتعامل. احنا بندخل تحدي البنات، الفرصه لبنا. البرنامج اسمه تحديات، احنا بندخل تحدي مع بعض. هنشوف البنات البنات ولا الولاد؟ لا عشان نشوف. اما كان وجهه نظري قلت الاستاذ علي ندخل الصبيان، الصبيه يعني الاولاد، يبقى عندنا اولاد وبنات، وهتشوفوا ولادي الولاد هيبقوا ازاي. ده تحدي على الهوا، وانا بشكرهم جدا وما شاء الله يعني. بس هم قالوا يا بنات يا بنات، ما قالوش يا اولاد يا عشان انا دايما نصيره اي حد مهمش، فاحنا مهمشين الاولاد، فانا بقول لهم بشكرهم جدا. لا احنا علينا اليوم وما شاء الله طبعا. هم الاولاد اكيد انبسطوا يعني، لانها فرصه حلوه جدا. كمان كل واحد ليه شخصيه منافسه. استاذه شيماء يعني الاولاد لما جم ودخلوا لقوا البنات، فحصل نوع، حتى الولد شقي، حصل نوع من هو مكسوف او خجول، عايز يعمل حاجه يبين لا انا مش وحش انا كويس. فانت وجدت نوع من المنافسه جميله، وهي كمان المسابقه بتشجعهم انهم يطوروا من نفسهم ويكونوا اكتر بنات واولاد، فهو بيفرق اكيد. ممكن يكون في هدف رئيسي جدا للي بنعمله، الحاله النفسيه للطفل المصري والعربي. صحيح، دي نمره واحد ونمره مليون وهدفنا الرئيسي. دايما بنقول قبل المسابقه الطفل شيء، في نص المسابقه الطفل شيء، اخر المسابقه الطفل شيء تاني. عشان كده المسابقه متقسمه على مراحل، وبندي كورسز تنميه نفسيه وبشريه، ويعني احنا متابعين ولادنا. انا كنت دايما بسمع حضرتك بتقول لهم انتوا كلكم حلوين وكلكم شاطرين، وبتوصي يعني اهاليهم مثلا ان هم مامي تقول لكم ان انتوا شاطرين، وبتقولي للماميز ان انتوا تشجعوهم وتحاولوا تحفزوهم وتقول لهم ان انتوا احسن وان انتوا كويسين. فكنت دايما بلاحظ في حضرتك النقطه دي يعني جدا. عشان الست العربيه دايما، مش المصريه بس طبعا مع احترامي كل الجنسيات يعني، دايما تقول لاولادها لو عندها حاجه صغنونه كده تقول له انت مش عارف، انت مش، طب ما تقول له انت كويس وهتبقى احسن، أو فلان احسن منك يعني. يا جماعه دخلت لكم رساله ابن عمتك كذا، انت كويس، طبعا بيأثر على نفسيه الطفل. فعلا فعلا دي حقيقه. ولادي انا اول حد ليهم. صحيح، انا اول بوابه ليهم للعالم، لازم احتضنهم. صح، الاجمل استاذ شمال، استاذ حنان عامله جروب للامهات والاولاد، فهو طبعا لا يكون في عونها الجروب صداع بالنسبه لها. بس هو النجاح فيه بقى، كل بنوته تقول لها انا عملت كذا النهارده يا ماما، انا كذا، لا شفت انت دربتي، حولت الطفل لاداه قصه طيعه جدا. صحيح. البنوته حولت لها ده، ولو مامتها قالت لها انا اقول لماما نونا ده كذا، او اقول مثلا لعم علي كذا، لا ده بيزعلوا جدا. فخرجت بره المسابقه، اذا في حافز. صحيح بالظبط، في حافز. طب النهارده قلت في المستوى الدراسي، لا احنا اسفين مش هنكتب، احنا بنشوف الشهادات دلوقتي. شوف الشهادات حلو. حلو جدا، بنتابع التفوق الدراسي، ولو ما كانش متفوق ليه ما تبقاش متفوق. ودي بالزبط. اول مره تحصل في العالم. حنين، طبعا انا عايزه اعرف منك مين اكتر حد اكتشف موهبتك، ومين اكتر حد بيدعمك بقى وبيشجعك عشان تبقي ستار؟ اكتر حد اكتشف موهبتي ماما، وهي وخالته بيدعموني جدا. وانا اصلا يعني اللي هو حتى لو كان في ناس في الاول بتقول ان انا التيك توك بتاعي وحش او بمثل وحش، ما كنتش بهتم للكلام ده خالص، وكنت ببدا ان انا اطور من نفسي للاحسن علشان ابدا اعجب ناس اكتر من اللي هم قالوا لي انت تيك توك بتاعك وحش جدا. يعني مين بقى اللي كان بيدعمك اكتر؟ ماما. ماما اللي كانت تدعمني اكتر. برافو عليكي. والاب ده منسي خالص، ما بيدعمش حد. ده منسي الاب. وممكن في السيشن الاولاني عملنا طبعا كرمنا الامهات المثاليات، وما نسيناش الاب المصري والعربي، وعملنا له شهادات تكريم. وفي مفاجاه الامهات عاملاها استاذ عنين، بس كان عندنا الاب المثالي في الحلقه دي. لازم الحلقه دي. لا لازم يبقى لينا سب. انا معوده جمهوري على المفاجات، فمش دلوقتي. طب خلي المفاجات من خلال برنامج الحلقه. يعني يا استاذ حنين بتجهز حاجه، يعني احنا بنهتم بالاولاد كل حاجه في حياتنا، طب الامهات فين؟ الامهات اللي بتتعب وبتشقى،
الاستاذه حنان مجهزه عامله مفاجاه للامهات ان امهم زي الاولاد زي ما عاملين الاولاد حاجه هتعمل حاجه للامهات. كوليكشن جديد للامهات. هو مش كوليكشن جديد للامهات وبس. زي ما بنختار الطفله المثاليه هختار الام المثاليه. حلو جدا. في حاجات كتير اللي هي هيبقى لينا الشرف وليها الحضور ان هي تطلع معايا اون ستيج، وهيبقى عرض ازياء للامهات اول مره تحصل في العالم. في العالم عرض الامهات. الامهات من المتسابقه، امهات المتسابقات. البنوته تشوف مامتها اللي بتتعب بيها، مامتك برضه ليدي وجميله وهي كيان الاسره الجميل، من حقها تطلع وتبقى ليدي زي البنوته. فعلا حلو جدا. ده فده احنا مهتمين بالعيله كلها. يعني لغايه ما نوصل للاب، لغايه ما نوصل لجده. احنا كلمنا الاب على فكره عشان ما يبقاش انت عايزين على الكاميرا. احنا الامهات لما كلمناهم امهات يعني اولياء امور كتير قاعدين، قلنا لا لازم نكلمهم، وكلمناهم قلنا يا جماعه الاب اللي جمع بنته عشان يدعمها عشان يجي المسابقه لازم نحترمه، والاب ده اللي بيتعب زي ما بنكرم الام المثاليه في الاب. وكرمنا الاباء وعملنا اللي هم الاباء المثاليين، خد بالك انت، جبنا الابات وكرمناهم وكانوا سعداء. يعني زي ما بيقول الاستاذ عن اهتمام بالاسره، ما هي الطفله ده جزء من الاسره. أكيد. الاب كيان اساسي، الام هي الاسره، اهتمي بالاسره تطلع لك بنوته جميله زي كده، ربنا يكرمها. اطفال اسوياء كمان طبعا. يعني طبعا الاهتمام بيخلي العيل يطلع او الطفل يطلع سوي اكتر ده. ويطلع محب للحياه اكتر ومحب للنجاح وللانجاز حقيقه. طب انا عايز اعرف من حضراتكم ايه الهدف من المسابقه وازاي يتم اكبر استفاده منها؟ يعني طبعا استاذي الجميل، انا السؤال ده اوجهه له هو الاول، لان طبعا انا بفتخر استاذ علي جمال استاذي اخويا ابويا الروحي نفسيا يعني ودايما بيدعمني طبعا، يعني وليا كرم من عند ربنا. بص يا استاذه شيماء، هو طبعا استاذه حنان شريكه اساسيه في النجاح وبناخد راي بعض. بص اي نجاح في الدنيا مش فرد، عصر الفرد اللي هو السوبر مان اللي هو بيعرف كل حاجه ده انتهى، لكن عصر الراي والراي الاخر. انا باخد راي استاذه حنان، حتى لو واحده زي البنوته الجميله دي عندها راي انا بحترمه، ممكن تبقى راي انا مش عارف مش عيب، فبناخد راي. فاحنا المسابقه ما عملناها، قلنا لازم نخرج بره التراك. ايه يا جماعه اللي الجديد اللي ما اتعملش هو ده نعمله. انا بقول لحضرتك كله للاسف بيعتمد على المسابقات الكبيره واللي بيشوفها والاضواء والبتاع والبنات بالظبط. صح. لا. وبعدين هو ده للاسف اللي كل الاتجاه ليه، مع احترامي لذوق الجمهور المصري، كل الاتجاه لده. طب يا جماعه اتجاه للطفل اللي هو امل مصر، الاطفال دي اللي هم وقود التنميه اللي جايه، دول يا جماعه اطفالنا، هم بلادنا، هم امل مصر، هم مستقبلنا، ما نهتمش بيهم ليه؟ صحيح. لازم نهتم بدول. البلد دي مش هتنهض يا جماعه بدول. مستقبل مصر بالظبط زي ما بقول. فاحنا اهتمينا بيهم، بنقدم حاجه. عشان انا فعلا بطالب من هنا ان الدوله تدعمنا، احنا بنعمل حاجه للاطفال، قدرات الاطفال، الدوله تقف معانا وتدعمنا. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، اول ما بدانا المسابقه دي عملناها بعنوان رساله سلام. تمام. قلنا الاطفال جبنا كل الاطفال من الدول العربيه، شايلين الاعلام، وجهنا رساله للاطفال من اطفال الوطن العربي للعالم كله ان مصر امانه. استاذه شيماء، اي رساله في الدنيا مش هتوصل من حضرتك مع احترامك اعلاميه ولا من اي مسؤول في البلد، توصل من الطفل، من خلال الاطفال، الطفل، لان الطفل هنا البراءه، الطفل بيمثل البراءه. صحيح. فلما بيبعت رساله بيوصل للعالم، العالم بيحس بمصداقيه، طفل رفع علم بلدها وفخوره ببلدها، دي هي دي اللي بتوصل. الطفل المصري اللي موجود زي ما احتفلنا كده بالمميات اللي راحوا واحتفلنا، عندنا تاريخ، عندنا جمال، دي حاجات جميله، ليه من احترامنا ما نعملش باطفالنا؟ انا كنت بشوف حضرتك دايما بتستغل الاطفال في ان انت توصل رساله، يعني مثلا ازمه كورونا حضرتك كنت بتخلي الاطفال يعملوا فيديوهات ويعملوها ويرشدوا. عملنا حضرتك فيديوهات، ويمكن حضرتك كنت متابع معانا. عملنا بيهم، عملنا فاشن شو بالماسك، وكان كل الاطفال حريصين ان هم يكون معاهم الماسكات الطبيه والكحول، وجايين ستاند باي ان في عشان اجراءات احترازيه. فكلنا كمجموعه زي شماء، هي زي ما بتقول لك استاذ حنان، الطفله بنوته جميله زي دي ما تطلع وتقول الرساله للجمهور هتتقبل. لكن اي حد تاني مش شايف. انا بكمل بس استكمالا للهدف من المسابقه. طبعا بنحيي من القناه الجميله ومن البرنامج الحلو ده النهارده رئيسنا الجميل عبد الفتاح السيسي، لان هو مهتم بكل فئات الشعب طبعا. صحيح. تحيه للجيش المصري ولشرطتنا الوفيه، شعبنا الجميل، رمضان كريم. انا عن نفسي بوجه لك رساله يا ريس، مواطنه مصريه بتحب بلدها لفت الدنيا كلها، احنا بنهتم بالطفل مع حضرتك، لان الطفل ده هو العمار وهو المستقبل بتاعنا. ان شاء الله يكون هم ارجو ان كل اجهزه الدوله تهتم بينا. عايز اعرف حنين بقى تحبي تقولي ايه في نهايه حلقتنا لبابا وماما ولكل المشاهدين اللي بيسمعوكي ولكل الاطفال اللي مستنيين النهارده الحلقه عشان يشوفوكي، تحبي تقول لهم ايه؟
احب اقول لهم شكرا لدعمهم ليا وان هم بيشجعوني، وانا دايما يعني طول ما هم بيشجعوني هبدا ان انا اطور من نفسي وابقى احسن، والمفروض يبقى كل واحد يطور من نفسه ويبقى للاحسن، ما يبقاش واقف على حاجه معينه. برافو عليكي. في نهايه حلقتنا بشكر الضيوف الكرام اللي نوروني النهارده، بشكر حضرتك استاذ علي، بشكر حضرتك ممنونه، وبشكرك يا حنين. ولو عندك موهبه او لو طفلك عنده موهبه وحابب ان هو يظهر موهبته ممكن يتواصل معنا على الارقام الموجوده على الشاشه وعلى البيج برنامج تحديات الاعلاميه شيماء عبده. هستناكم وهستنى رسائلكم، وان شاء الله تشوفوا اولادكم احسن ما بتتمنوا، وان شاء الله اطفالنا هم يكونوا مستقبل مصر. اشوفكم بخير ان شاء الله. باي باي.